أقوم بتحويل الأموال من منطقة إلى أخرى في نفس الوقت وبنفس العملة، لكني آخذ رسوما مقابل التحويل، هل عملي ذلك جائز؟ والله هذه مسألة مشكلة. الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة ولا يؤخذ عليها مقابل. نعم، لكن هم يقولون إننا نأخذها من أجل ما يعمل في إيصالها إلى أصحابها، عندهم كتاب وعندهم أدوات وعندهم، هم يأخذونها في مقابل الأشغال التي يشتغلونها للحوالة. نعم.